السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية حبيبنا المتابعين، أهلا وسهلا بالجميع، ورجعنا لكم بفيديو جديد ويوم جديد. اليوم كمان يا إخوان من الصبح منشر الحمام على أساس أني أنزل على السوق، بس سمعت أنه في يعني ممنوع التجمعات وهيك، فلازم ما ننزل يعني حتى نشوف ربنا يفرجها إن شاء الله. نصور لكم يوم بالسوق كنا، بس لما سمعت أنه ممكن يصير مشاكل شغلات زي هيك ما نزلت. اليوم إلي من الصبح مطير الحمام، حطتنا حمام كثير والله، بس الوضع مش مزبوط مع اليوم، ماليش حظ. حطتنا نوري أحمر ومسك على المقلب وانقطع فيه الحبل، الصبحيات هاي بداية. شايفين كيف رابطه يا إخوان؟ شايفين كيف؟ مع إنه الحبل ما هو قديم بس إسلاك يعني كثير منيح، قوي قوي، بس يعني نصيب والله يا اخوان نصيب. طلع انقطع فيه الحبل، بدنا نشوف لنا حبل منيح. في ناس قال لي حط سلك كهرباء، قال لي كثير منيح سلاك الكهرباء، ان شاء الله راح نحط. مسك معنا حمام ومسك معنا وانقطع لنا، بس الحمد لله حماماتي نفس ما هم، ما راحش شيء الحمد لله. الوضع منيح اليوم على السطح. الحمام اليوم اليوم ما فطرتها اليوم، الحمام خليتها اليوم ايش بعد صلاة العصر. طبعا احنا هسه خلص اذان العصر، هاي الحمام قاعد بتاكل امورها تمام. طبعا يا اخوان احنا بنعطيكم يوميات ان شاء الله، بكره عندنا فيديو لكم جميل رهيب عالم ان شاء الله. راح نطلع عند واحد بربي زواجل، زواجل على اصول يا اخوان، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اذا الله اراد راح نصور لكم عنده بكره، ونفرجيكم كيف الزواج اللي عنده ان شاء الله. طبعا انا الشاب ما بعرفه عن طريق واحد، تعي 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 تعي، وعن صاحب اخوي يعني، هو عن طريق اخوي بدنا نطلع عنده. هاي لوسي اجت، والحج ريشه هناك مطنشني يا اخوان، والله ما انا عارف، زعلان مني. شباب كثير قالوا لي جوز ريشه للوسي، بس يا اخوان دين لوسي اسود ودين ريشه ابيض، يعني ما بزبط بالمره، ما بيجي عليها بالمره. تعال ريشه، ريشه تعال يا زلمة، بالله عليك خلنا نتصالح. تعال تعي تعي ريشا، ولا تعي ريشا، تعال حبيبي تعال، هيو هيو. الله تطلع يا اخوان كيف بتطلع. يلا لوسي اخذت مكانك، تستاهل. طبعا لوسي يا اخوان هيها تاكل ما شاء الله عليها، وضعها منيح. فواحد من الشباب مشكور الغالي، يعني بدناش نذكر اسماء عشان ما حدا يقول لي اذكر اسمي، لانه يا اخوان اذا بدي ابلش في موضوع اذكر اسمي اذكر اسمي والله ما بلحق، فعشان هيك ما بدنا نذكر اسماء حدا. واحد من الشباب قال لي عندي نوري زرازير ضير كراكند بجنن، بدي اعطيك اياه للوسي حلال زلال عليك. بس بقولت له يا اخي والله ما بزبط على لوسي، يعني حرام نخسرك زي هيك زرزور بجنن على طيره، يعني الطيره ماشي حالها مقبوله وجميله، بس الديل ما بزبط يا اخوان، الديل اسود يعني تعرف، يعني هي لو ديلها ابيض يعني ريشه بزبط عليها، ريشه نفسه بزبط عليها، بس مشكله الطيره مش ديلها ابيض، هاي مشكلتنا. تعال ريشه يا اخوان للعلم، ريشه طباشيري يعني اهلي فوق، هذول اللي بالزاويه غاد هيك اللي فوق. تعال لوسي خلينا نحط لك اكلاتك، هان خلص هيك بكفيك بكفيك لوسي. شايفين هذول اهلي يا اخوان، يعني كثير منيح، بس خلص نصيبه يطلع مش مزبوط. شوفوا ما شاء الله هذا الفرخ كيف صلاة النبي صار، شوفوا ما شاء الله يا اخوان مقطع اشي جميل حلو. اخوه طبعا ابيض ما شاء الله، اشي جميل ان شاء الله. هدول راح ايش نعمل لكم عليهم سلسلة كرش، كيف تكرش الفرخ. طبعا انا ما بتغلبش في الفراخ الحمد لله، بس تدريش يمكن على موضوع الرفصة الجديد نتغلب شوي. هاي الطيرة يا حرام، هاي الجناحة اخذته البسة منه، الله يستفيد دم والله. وهي العبسي حطيناها على العبسي، يعني مجرد انه ايش ناخذ منهم بطن وخلص نقلع الطيره ونكش الفحل، عرفتوا كيف؟ هذول المفروض يكونوا مفقسات، بس ما بعرف، ما بدي يعني اشد عليهم، والتحت يعني ضايلهم شوي ويفقسوا. على جميع الاحوال اذا فقسوا ولا ما فقسوا، انا هسه بهتمش بموضوع الحمام فقس ولا تبيض ولا لا. طبعا الفرخ هذا شكله تعبان، هي امه مش مطعمينه اهلي، بنشوف بلكي ساعدنا الاهالي. هاي صاحبي مطير حمامي خالطه فيك، هينا دابكه فيه
ايش هذول الحمام؟ مين هاي؟ حمامي انا وين؟ اوف حمامي ماشيه ولا وينها؟ هاي نصها وهي النص الثاني كاين ماشي يا اخوان، كاينه قاطعه حمامي ماشي على الواطي في الحاره غاد. هي اجت في نوري اسود قاطع مني ولا من صاحبي هذا مش عارف والله. على العموم هاي الحمام خل نلحقهم خلينا نخبط فيه هسه. هاي حماماته ما شاء الله، ترى بنقوع بعض يا شباب عرفتوا كيف؟ ما شاء الله هو عنده شوية حمام حلوات يعني، بنصور لكم يوم عنده هيك. اني اروح اصور عنده اليوم بس يعني تأخر علي يعني، لانه بيشتغل حرام ليلي وصحي متأخر علي، فقلت خليني اصور فيديو لكم عشان ما ارتكنش عليه وانقطع بالنهاية. دعي هذا النور تعبان يا اخوان شوي، كشف فحل وتعب ما بعرف ليش. دعي شوف الحمام كيف طايرة براحتها يا اخوان. انا مش ضاغطها، الحمام بتطير بكيفها وانا مخليها اصلا تطير بكيفها. حمامي يا اخوان بدها شوية، راح نرجع نعطيها موعد، راح نعطيها موعد ان شاء الله، راح نعطي 15 وحدة موعد ان شاء الله عن قريب. هذا النور الاحمر كنا بدنا نطلعه مع القوايا بس طلع شغل مرادحة وبزبطش. تمام، راح نطلع 15 وحدة نعطيها موعد، وممكن اطلع معهم الارباش 14، ممكن اطلع معهم الارباش 15، او اذا النور الاسود شد حيله بنطلعوا معهم 15، لانه مخه نظيف النور الاسود وخلطت فيه مره، وهو فرخ يعني خلطت فيه، فراح اطلعه. شوف الحمام كيف بتقالب بالحاره ما شاء الله عليها، ايش منيح. رجعت صحصحت لاني لي يومين تاركها دشر في الشمس. تعرف لو ضليتني حاشرها امبارح واليوم ضليتني حاشرها، الحمام ما كانتش اعطتني الطيران. هذا الحمام طايره بكيفها ما شاء الله عليها، مش مزعجها، اللي بده يحط واللي بده يطير يطير. يا اخوان عشان تكونوا عارفين انا مبدئي مش مبدا كش، الله يرضى عليكم، انا مبدئي مبدا تعليم، انا مش مبدئي مبدا صيد وكش وحطت واضرب وانا ضربت له وانا عملت له، انا معلم وانا بسيط. المعلمانية مش بالصيد، المعلمانية انك تحافظ على حمامك. هاي الحمام طايره ما شاء الله عليها. انا يا اخوان قناتي مبداها بس تعليم، يعني اذا ما لقيتني مطلع عليكم احكي عادي ابو يوسف مبدأ تعليم مش مبدأ كش وخليط. تمام ماشي، بيجي علي ايام بروح بخلط في الحمام بقطع فيها وبصيد، لكن هذا مش من مبدئي ولا من اساسياتي يا اخوان، مش مبدئي ولا اساسياتي، ركزوا معي. هاي الحمام ما شاء الله عليها طايره، في عندك هذا الجلف شويه بتهبل قاعد بترك الحمام لولا الجلف هذا بتمشي. تمام، بس عشان تكونوا عارفين مبدأ تعليمي، قناتي قناة تعليمية يا شباب. كثير ناس مسمي قنواته صيد اليوم كش اليوم أصر إيش، ما اختلفناش، بس أنت لما أنا بقول لك تيجي تشاهده ما بعطيك معلومات، وإذا بعطيك إياها عن يعني من دون ما يحس، لكن أنا بعطيك معلومات شو بصير شو بعمل شو بدي أسوي شو ما بسويش، عرفت كيف؟ عشان هيك انا بقول لك هاي الحمام انا هيك بتصرف معها، يعني الكش بالنسبه لي عندي خبره وعندي معلومات كثير بالكش، بس حمامي مش مساعدتني. انا بقول لكم بصراحه حمامي مش مساعدتني، عشان هيك انا طلبت 10 بواز، اللي عنده 10 بواز للبيع انا بشتريهم، بس يكون سعرهم طري يا اخوان، نعمل عليهم سلسله تقعيد وتعليم وتمشاي وتقواي. تمام، يعني راح نعمل عليهم سلسله قويه، عندي 15 قوي لو اطلعهم بخالط فيهم هسه وبمشيهم هسه، بس انا وضعي هسه حاليا مش يعني انا ما بدي، انا في الوقت الحالي ما بدي. احنا هنا احنا موضوعنا يا اخوان قناتي موضوع تعليم بس. تمام، زي ناس كثير بقول لي اليوم بدي احط نوري اسود، خلينا نخش بموضوع التركيبات. واحد بقول لي عندي ارباش اسود بدي احطه على نوريه سوداء. تمام، طب خلينا نشوف نوري اسود او ارباش اسود على نورية سوداء. شوف النوري يا اخوان كيف شكله، هاي النوري. تمام، وهي الارباش. طب هات لي ميزة واحدة مجتمع بالجوز، ميزة واحدة وانا بقول لك زقه. شوف انا ما بذمك يا غالي، انا بس بعلمك ركز معي، انا بدي اياك يعني اقنعك في الموضوع. هسا هل الديل بركب على الديل؟ طبعا لا. هل الجناح بركب على الجناح؟ طبعا لا. هل الراس بركب على الجناح على الراس؟ لا. هل قصة الراس تركب على قصة الراس؟ طبعا لا. فلا يجوز
لا يجوز انك تركب هاي هاي البذرة على هاي البذرة. فبالتالي اذا ركبتها ممكن يطلع لك ارباش بديل ابيض. طب انا شو بدي اسميه؟ شو بدي اسميه انا؟ انا شو بدي اسميه؟ فمن هنا مبدأ يا اخوان الحمام اللي مش معروفة شو انواعها. هنا بيطلع مبدأ الحمام المعروفة مش معروفة شو اسمها. تمام؟ في تركيبات ممكن تزبط، بقول لك تزبط 100%، يمكن 50% 60 اقل كمان من 50%، انك مثلا يعني تحط العبس الازرق فرضيا على البندوق البيضة. انا جربتها مرة، رمل لي اشي منيح لكن ما عجبني. تمام؟ رمل لي اول بطن وبعديها صار يرمل لي اشي زي البلديات. انا شو بدي فيهم؟ انا شو بدي فيك؟ لا انت نوري ولا انت بندوق، طب ايش دعمل فيك؟ فهان الفكرة يا اخوان. ماشي بتقدر تطلع البذرة الاصلية، بس بعد ما تقلب الطيرة على ابوها الطيرة على ابوها الطيرة على ابوها، تاخذ الطواير وتحطهم على الابو، تاخذ الطواير وتحطهم على الابو حتى يطلع لك بذرة منيحة. طب انا بدور على استنى. هان الفكرة، اذا بدك تخش بسلسلة التركيبات يعني يا اخوان بحر بحر بحر، يعني مش اي واحد بيعرف لها، ومش اي واحد بيحكي انا معلم عليها، لانه كل معلم فيه معلم. وبعدين اغلبية البذر الجديدة هاي يا اخوان مش اصيلة، يعني تعالي خلينا نحكي بصراحة مش اصيلة. تعالي على الشغلات النوري معروف من زمان، تعالي على البوز معروف من زمان، تعالي على الطباشير الشخشلي معروف من زمان. حتى الطباشير يعني بقدرش اجزم لك انه اصيل ولا لا، ما بقدر. ركز معي، يمكن اصيل بس انا ما بقدر اقول لك. تعال على البندوق على اللورانس، الشغلات هاي معروفة يا اخوان، بس في شغلات مش معروفة. ليش انت تخربها في يعني بحسن نية؟ فعشان تركب يا بتركب اشي يا اخي لا بق، يا اما ما تركب. نصيحة والله ما تركب، خليك انت بالصحيح. يا عمي عندي نوري، حط عليه نورية. عندي مراسلي، حط عليه مراسلية. ماشي المراسليات بركب عليها، بتقدر تحط تقلب مراسليات، تحط على كشميرية، تحط على شيء، تحط على كشميرية، تحط على شيء، بتقدر. بس يعني في تركيبات خلاص لا تصلح انك تحطها. في ناس بقول بدي اركبها واشوف، شوف شو بدي يطلع لك فرخ. طيب بدي يطلع لي فرخ وطلع حلو، الله اكبر عزة لله. خلي بنرجع لكم بعد الاقامة يا اخوان. تمام يا غالي، رجعنا لكم. بيجي بقول لك انا بدي اركب لك ودي افرجيك الفرخ. هاي حمام صاحبي فوق يا جات، اوه صارت ليخة بالحمام. بقول لك انا بدي اركبه وشوف الفرخ بيطلع لك. ماشي طلع لك فرخ حلو، شوف ما شاء الله الحمام، اوه فوق راسي. بس حمام ايش تقلب عنها قاعده، حمام تقلب عنها. شوف حمام الشب ما شاء الله عليها، احنا دائما بنخالط ببعض، بس ايش اليوم حمامه متجعبه، حمامي بس تشوف حمام مبتبل. اللي تحط فبيجي بقول لك شوف الفرخ شو بدي اطلع لك اياه. ماشي بطلع البذره بحطها على بعض التركيبه ويا محلاها. ماشي طلع لي فرخ، طلع لك فرخ بجنن. طب شو نوعه؟ والله ابو مراسلي وامه مصريه. والله طب شو بدي اعمل فيه انا؟ ايش يعني ايش بدي اقول له؟ مصري على مراسلي مثلا؟ فهان الفكره، احنا ممكن تحط مراسلي على مصريه يقلب لك، يعني تقدر تحكي عنه مراسلي، تقدر تحكي عنه مصري حسب طول المعوال وحسب القلبه. بس في يعني خلينا نفترض الارباش على النوري. تمام خلينا نفترض فرضيا الارباش على النوري. ماشي حطيته، طلع لك طير مش معروف شو هو، طلع حلو. ماشي حلو بجنن الطير. طب شو نوعه يا اخي؟ انا بدي اجيت في السوق بدي اشتريه، شو نوعه؟ بدك تقول لي سلالته الاصليه. هان الفكره يا عمي، النوع الراكب راكب، والنوع المش راكب فتك منه. والله العظيم يعني هاي مجرد نصيحه ليس الا. يلي بيجي بقول لي بدي اركب هيك على هيك، يا بتركب يعني النوري بتركبه على كل انواع، على كل شيء ديله ابيض. تمام ركز معي، بتحطه على كل شيء ديله ابيض، لكن ايش بخص النوريات، قريب من النوريات. مثلا حطيت نوري على مصريه بيضة مثلا، طيب يعني ممكن يقول لك بزبط، بس الديل نفسه، الديل وينه؟ راح يروح الديل، راح يصير الديل مسطرة. فماشي في نوريات مسطرة، بس تعال لي على نوري مثلا، انت حاط لي نوري ابيض، نوري اسود على مصرية بيضة. تمام النوري الاسود كوخ، تمام، والمصرية مثلا ديلها سحب.
طيب بتضمن 100% انه يرمون لك مثلا نوري؟ ممكن يرمون لك مصريات معوال، لانه النوري بيجي شوي معواله اكبر من المصري، فهاي كمان ما بتضمنهاش. فعشان تخش يعني بشغله التركيبات هاي والله ما بتخلص، والله العظيم ما بتخلص. تمام، فهنا الفكره، اذا بدك تخش بحر التركيبات سيبك من الحكي هذا. وكلكم يعني الاغلبيه يلي عارف واللي مش عارف، بجوز اللي عارف يقول لي معك حق، واللي مش عارف يقول لي لا يا عم انا بحب اركب تركيبات وعندي تركيبات بتجنن وحلوه. تمام، في ناس انا ما بحكي، في ناس ملك التركيبات بركب وبطلع بزر حلوه، بس انا منه علي بحكي للي ما عنده خبره يا اخوان، للي ما عنده خبره، اللي ما عنده خبره مصيبه، والله مصيبه يا اخوان، مصيبه مصيبه مصيبه. يعني بدناش نحكي هالموضوع اللي صار معي. واحد امبارح بعث لي يعني فرجاني شغله، الصراحه استحيت اقول له انه انت بالمره يعني بالتركيبات، بس قلنا خلص يعني خليه بتعلم مع الوقت، عرفت كيف؟ فهان الفكره، يعني انا مش عادي، ممكن مش قليله اني اشيل هاي احطها على الشخشله والشخشله احطها هاي، ويلا هاي تركيبه، استنى شوف شو راح يطلع لك. طب انا ليش استنى اشوف شو يطلع لي؟ ليش ما انا اشوف اللي يطلع لي الاشي اللي منيح؟ شو ماله الزرزور ها؟ مش عارف حسيته في اشي. تمام؟ فدائما خذ المضمون، خذ المضمون. تمام يا شباب؟ دائما يعني حط في بالك الاشي اللي انت ضامنه، مش الاشي اللي بتحكي يمكن. سيبك من يمكن، يمكن هاي انساك منها. يمكن هاي انساك منها. وبالنسبه لحمام الكش، شوف ما شاء الله هدول اخوان مصروعات شغلات يحطن لان طير. لحق لنا الحمام شوي. هذا اللوران زي ما قلنا لكم بده يتقاعد، يعني بقول اعطينا خلينا نتخرج، بس انا ايش شوي مخليه الدنيا هواء، والهواء منيح يعني برفع الطير. شوف كيف راح بالعالي ما شاء الله. فهذا يعني ايش احنا مخليه شوي، مخليه معطيه شوي مجال، لانه يا اخوان بالزق مش ظابط عندي الصراحه، مش ظابط عندي. يعني هسه اذا بقصه خلاص راح يضلوا على الارض، تحطه على الطيره بقعد معها شهرين ثلاثه ما باخذها، مع انه فحل حامي، بس خلص هو مبدأ وما باخذش طواير. تحطه معها شهر شهرين ما باخذها، فشو بدي اعمل فيه انا بالحاله هاي؟ خليه طاير، خليه طاير. السيكي يا اخوان، في واحد من الشباب امبارح بقول لي وين السيكي؟ هي السيكي، اسالني على السيكي. والله امبارح لمسني يا اخوان، يعني فكرت انه مش انه السيكي مش كاين بين الفيديو. طلعت الصبح اول ما طلعت دورت على السيكي، بس هي السيكي موجود، حمام كلها موجوده. ضيعنا نوري ازرق اكلته بسه، البسه سال خيته يا اخوان، يلا ملناش نصيب فيه. هاي الحمامات يعني ان شاء الله بدنا نجيب لنا عليهم 10 بواز 10 عمريات. انا هاي البذره اللي بدي اياها 10 بواز 10 عمريات. اذا في دبابنا يعني هيك شيء، بدنا شيء يعني نواعم وشغل مخ يعني، بس بدنا سعر يكون طري اللي حواليه يعني ما يبخلش علينا. اذا ما لقيناش بواز وزي هيك بندور لنا قطعه عسكريه حربيه زي حمام، يعني شغل دباني على بوز على مصري على عمري. يا ريت يعني لو اغلبيتها عمريات ما عنديش مانع، يعني عمريات زرق حبكين. هاي الشغله يعني البذره الصغيره يعني الحلوه اللي سعرها يعني اللي سعرها مقبول. تمام، مش يجينا واحد يقول عندي يطلب لنا عشرات. بدنا نتعلم، بدنا نعلم عليهم يا اخوان. هذا كشف عندي فحل الطباشير يا اخوان ما شاء الله عليه، اول مره بكشف عندي فحول طباشره يا اخوان، قد ما طلعت طباشره صفر ولا مره كشف عندي فحل من الطباشرة الصفر. بس الحمد لله كشف عندي واحد، ها بتوقع اثنين كشفات عندي، واحد ولا اثنين، لا اثنين كشفات عندي من الصفر. مناح نعمة يا اخوان، بركة. وهيك يا اخوان يعني بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. بعرف انه اليوم ما فيش زي ما بيحكوها فيش اثارة، لانه كل جمعة متعودين يكون في صيد، ان شاء الله يكون في صيد كمان شوي بنصور لكم برضو. بس اليوم يعني صافية وافية، طلع انقطع الحبل في نوري، ايه في نوري احمر، كأنه نوري احمر. خلطنا كثير وحططنا كثير يا اخوان، بس يعني انا شوي معجوق. هذا الحبل انقطع معي اليوم، والله مصيبة. بدنا نجيب لنا حبل مرتب ان شاء الله لقدام، وبدي اروح امرق على صاحبي بلكي صورنا عنده فيديو اليوم كمان، فرجيناكم شوية حمامات حلوات ما شاء الله عنده، شوية حمامات حلوات جميلات بنعمل فيديو عنده ان شاء الله. حط الحمام ونقول لكم
السلام عليكم ورحمة الله. بس قبل ما هيك نشوف بس والله سمعت صوت اشي ها. لا لا تمام يلا السلام عليكم.